السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول: لو سمحت يا باشمهندس، موضوع رسم الإنشائي والمعماري في ملف واحد، ممكن تشرحه في فيديو؟ طيب، إيه الفكرة إن أنا أرسم المعماري والإنشائي في ملف واحد، أو إن أنا أخلي ده لوحده وده لوحده؟ طبعا ده قرار بيتاخده البيم مانجر بعد ما تستشير الناس. ممكن يكون المشروع صغير، أو المشروع عبارة عن كذا مبنى، فكل مبنى فيهم صغير جدا، فكل مبنى ممكن يبقى فيه المعماري والإنشائي والكهروميكانيكال، وده هيسهل بعض الأمور وهيخلي في بعض الأمور محتاجة تنظيم شوية. تمام. فلو احنا قلنا مثلا فيو، قلت فايل، وبعد كده اخترت نيو بروجكت، تقدر تختار تمبليت يكون مخصص لكده، نيو بروجكت. خلي بالك ان في تمبليت للاركتكشر ستراكشر وميكانيكال. التمبليت ده عباره عن ملف في بعض الاعداد، اقدر اعمل اشياء شويه على الاركتكشر احوله لميكانيكال، اشياء على ستراكشر اخليه اركتكشر. ممكن اعمل ملف في الاركتكشر والستراكشر احط الخصائص بتاعته، ممكن ادمج الثلاثه مع بعض اعمل واحد بس للمعماري والانشاء والكهروميكانيكال. تمام. اخترنا مثلا دوت، ويكون الاعداد بتاعته احنا مظبطينها معماري وانشاء وكهروميكانيكال، ودي سهله مفيهاش مشاكل خالص. طيب انا عندي مشكلة دلوقتي، الا وهي ان المعماري والانشاء شغالين مع بعض، ممكن واحد فيهم يغير شغل التاني. بتاع الانتيريو ديزاين عايز يحط كرسي هنا، ففي عمود فيروح شايل العمود، فعشان الكلام ده ما بيحصلش بنعمل حاجة اسمها ورك سيت. بعد ما ندوس هنا بقول له شغال الورك شيرنج. تمام. وباجي هنا اعمل مثلا ورك سيت المعماري الانشائي للدور الاول للدور التاني زي ما انت عايز. دي عبارة عن حساب في البنك وتحط فيها اللي انت عايزه، فالتسمية بتاعتها او انت عايز تخليها ايه، دي لك فيها مطلق العنان، تقدر تختار فيها اللي انت عايزه. طيب، وخليني مثلا اجي هنا. في بعض الناس يقول لك انا مش عارف يعني ايه ورك شيرنج، انا مش عارف يعني ايه ورك سيت. لو دخلت على بيم اريبيا على القاموس او المعجم هتلاقي فيها المصطلحات ديت. انا بدات اشرح المصطلحات اللي هي بتتكرر او موجوده في برامج زي الاركيكات او الريفت او المايكرو ستيشن او الناس وركس، والناس بتدور فيها. فممكن تيجي هنا تقول له مثلا ايه هو الورك سيت. هي قطعة واحدة، مش ورك سيت، لا هي ورك سيت. تمام. فبتعمل سيرش فيجيب لك الورك سيت، هتلاقي شرح ليها ايه هي. هتلاقي مثلا ريكويست وكل المصطلحات دي كل واحد فيهم معمول لها شرح بتاعها، وفي فيديو وفي شرح صور موجودة اهوت. هتلاقي ريكويست هيقول لك لما تيجي تحاول تعدل على صحيح حد لازم تبعت له ريكويست مثلا. فالقاموس معمول لخدمة الناس، مش مجرد ان هو لا، معمول ان هو ممكن احط صور، ممكن احط فيديوهات، مش مرتبط بالتعريف الرسمي للقاموس. فعشان كده سموها معجب، سموها قاموس، سموها كتاب ابيض اخضر، لا بلاش كتاب الاخضر. تمام. فهتقول له اوكي، وبعد كده تحول الملف ده لسنتر، فهتقول له فايل سيف از بروجكت. تمام. وتتاكد من الاوبشن ان هو متعلم عليه. اوكي سيف، بيقول لك الملف ده موجود قبل كده، قول له اه ماشي يس. تمام. فدلوقتي ممكن اكتر من واحد يبدا يشتغل، بس المهم كل واحد يشتغل يظبط الشغل بتاعه هيبقى موجود في انهي ورك سيت. ممكن يكون مشروع كبير فنقول المعماري يشتغل لوحده، كل شيء يشتغل في ملف لوحده. ممكن المشروع كبير قوي فالمعماري يقول لك انا هقسم الواجهات في ناحيه، والدور في ناحيه، والفساد في ناحيه. المهم نبعد عن الفساد يعني، وتبدا شغل بتاعك.